السلام عليكم ناس الجياس كاو اسمعوا واش قال بوحنيكا واو يا ريشان في حصة 100% فوت البارح مهم وراح نحكيوا على الحلول والخطط اللي قادر يديرها السوية بعد توقيع بدر الدين زياد. قبل هذا لايك توجور بيوصلكم ديما الجديد في قناتنا ولكم حرية التعبير يا جماعة. اسمعوا واش قال كل شبيبة القبائل اصبحت جيري بار لي زالجيروا. كاين ناس بزاف داروا التقسيم وهذوما سي با نتوما ما راكوش دي كابيل دو سوش. يعني علاش هذا الكلام؟ هذا الكلام فريق شبيبة القبائل انا نشفى شويه شبيبة القبائل. كثير من الرؤساء مروا على شبيبة القبائل من بينهم لو غرون اللي وريناه يوم بن قاسي الله يرحمه كان في العاصمه من العاصمه عبد القادر خالف كان عبطوش اللي لعب في شبيبة في مولوديه الجزائر وكان رئيس عبد القادر خالف ايضا. علاش هذا فريق يجمع كل الجزائريين؟ علاش لازم يكون من المنطقه هذه ولازم يكون من المنطقه هذه؟ ما حسيتهاش انت الان في فريق هذه ماشي العام اللي راهو يهضر في هذه الهضره. هذه فئه صغيره على كل حال بالك دير الاخر انا ما نديرش عليهم. انا على كل حال نفتخر بروحي كوني مناصر تاع شبيبة القبائل ملي كنت صغير. نحب الفريق هذا. نهار كان يخسر كنت نبكي عليه. نهار دخلت الفريق هذا مع رئيس الراحل حناشي ربي يرحمه ان شاء الله كنت مسير. رميت الاموال تاعي وما حاسبش الفريق هذايا. حبيت الفريق هذايا. دوك الناس اللي راهي تهضر هكذا انا نقولها لهم اليوم انا قبائلي 100%. دوك واحد زايد في تيزي وزو ولا زايد في بجايه ولا زايد في العاصمه ولا زايد في وهران ولا انا بور موا اوني توس دي زالجيريان اي شوي بور لارجيري. وحليه اللي حب واللي كره. الحمد لله على كل حال لانه الكثير من انصار شبيبه القبائل في وهران نلقاوهم كثير وكثير جدا. ماشي غير في وهران يعني في لوبون في غردايه في يعني هذا سي ان فو ديبا اللي راهم الناس راهم ياكدوا عليه. الشبيبه اصبحت جيري بار لي زالجيروا. ما فهمتش انا علاش هذا المشاكل. نروحوا مباشره لكم حرية التعبير. كومونتيو واش حبيتوا كروي هنا جماعة إيسونسيال. المهم نوليو الموضوع تاعنا اللي هي سياد راهو سنيا والحمد لله عودة ميمونة لهذا اللاعب. ربما إضافة كبيرة لشبيبة القبائل وإضافة كبيرة لسوية. لما دوكا سوية هو اللي طالب بالديفونسر ما يهمش شكون اللاعب ولكن هو اللي طالب ديفونسر. له الآن عدة حلول باه يعوض بوحكاك على الأقل وطالح 20 يوم هاد هو والله شهر. المهم سوسيال عنده الحلول وعنده لما يرجعوا كاين تاني قدان حلول يقدر يلعب الخطة تاع 3-5-2. الغاشي بكل قال لك ربما ريال غوش ولازم يجيب ناري ارغوش. دوكا السوق صعيبه باه تخير اللي جوا دوكا والله صعيبه. شاهد السويد تسمى عوده يعرف البيت ومليح هو سي تري بون جوار تري بون ديفونسير. الناس بكل تشكر فيه. قال لك باش الشيخه وراه يطقطق يعني شفت البارح تدخل مع ياريشان في حصه الهداف. المهم لانه اللاعب هذا كان كونتاكت مع المولوديه ما صلحتوش مع المولوديه وراهو شكروا بن الشيخ والان ربما حاجه مليحه للشبيبه اضافه بربي ان شاء الله. قلنا نوليو الخطه للتسويه اللي يقدر يلعب قدام الخطه يضل اللي عنده قدام حلول في يده منها 3-5-2 اللي يقدر يلعب بها في غياب طالح وبوهكاك ويقدر حتى يلعب بهم لما يرجعوا. ايسونسيال عنده قدام حلول وما عليه إلى توليفة في تدريبات وإن شاء الله فيها خير لشبيبة القبائل. هذا هو مبروك شبيبة القبائل. لاعب جيد لاعب يعرف البيت إن شاء الله. حبينا ننوهو في الفيديو هذا بلي دركا عنده الحلول السوية. راح نرجعوا إلى الخطط اللي قادر يستخدمها سوية إن شاء الله في مشوار العودة إن شاء الله. كل التوفيق لشبيبة القبائل. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. ابونيو بارطاجيو لايك دائما بيوصلكم ديما جديد. فيف الجياس كجماعة الشبيبة بخير في الطريق الصحيح. نتمنى كل الخير للشبيبة وما فيديو جديد. سلام خوتي.